نعم، السلام عليكم. نحن الآن في مشفى الأمل الجراحي هنا في مدينة سلقين، المدينة التي شهدت دمارا كبيرا في الزلزال الذي ضرب شمال سوريا. تهدمت العديد من البنايات هنا وكان هناك الكثير جدا من الإصابات. مشفى الأمل هنا من أولى المشافي التي تلقت حالات الإسعاف بعد عمل فرق الدفاع المدني. منذ الساعات الأولى بدأت تنتقل الحالات إلى هنا. معنا الدكتور إبراهيم الخطيب ليطلعنا أكثر على الوضع الطبي خلال 8 أيام من الزلزال الذي وقع. أهلا دكتور، الله يعطيك العافية. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا هون مشفى الأمل للجراحة العظمية. طبعا المشفى تلقى الحجم الأكبر كونه خط أول كان بالنسبة لقربه للإصابات. عدد الإصابات كان كبير، حالات متنوعة من الإصابات، معظمها كان رضي كسور. تعاملنا بالبداية مع الكم الهائل اللي هو فوق المشفى، تعاملنا بإجراء فرز للحالات العامية. الحالات عامة قدر الحالات الأشد حاجة للإسعاف هذه الجراحة العظمية، ثبتنا الكسور، حولناها لحالات باردة. الحالات الإسعافية حضرناها واشتغلناها. طبعا كان الكم كبير. بنشكر فرق الدفاع المدني والمتطوعين من الأطباء والكوادر الطبية اللي استجابت بشكل مباشر في العمل بالمستشفى. حاليا بعد 7 أيام، اليوم الثامن، حاليا انتقلنا للمرحلة الثانية. بعد ما عملنا العمليات الإسعافية، حاليا في حالات قمنا بتبريدها تتحمل فترة. هاي الحالات طبعا عددها كبير للأسف، ومن منبر الجزيرة بنتوجه لأهلنا بالتعازي وبنقول لهم رحم الله الشهداء وشافى الجرحى. حاليا بدأنا باستقبال الحالات المبردة اللي بتحتاج لإجراء عمل جراحي نهائي نقوم فيه بتثبيت الكسور. طبعا الكسور كانت متنوعة، تشمل كامل الهيكل العظمي من عمود فقري، من كسور في الحوض. أحد الحالات اللي حاليا عم نحضرها هي كسر عند مريض عنده تبديل مفصل شاب، ونحضره في يوم الغد لإجراء تبديل مفصل. نقوم حاليا بجدولة العمليات اللي تم تبريدها في يوم الحادثة وإجراء العمليات النهائية. حاليا طبعا بسبب ضغط او كبر حجم الاصابات اللي حضر الى المستشفى، يعاني المشفى من نقص في المواد، نقص في المستهلكات. حقيقة استنزف الكادر واستنزف المشفى من ابسط المستهلكات الى المواد الضرورية في استجدال الكسور. في شيء معين من الاجهزة بحاجته المشفى او المشافي بشكل عام، القطاع الصحي بالشمال السوري، حالات ما عم تحس انه تستقبلوها بسبب ضعف بالمعدات، معدات من نوع ما، سواء تصوير الطبق المحوري او شيء. وايضا سمعنا عن تهديد في القطع في بتر للاطراف لبعض الحالات اللي طلعت من فرق الدفاع المدني. طبعا بسبب حوادث الهرس اللي صارت نتيجه هبوط المباني، صار في عندنا شيء اسمه متلازمه الهرس. طبعا قمنا بالاجراء الاسعافي واجراء خزع للحجرات، وحاليا نحن في مرحله الثانية، في مرحلة متابعة. حصل عند نسبة كبيرة من المرضى اختلاطات، اللي هي اختلاطات كلوية تتابع من قبل الأطباء الداخلية. نحن عندنا هون بالمشفى نتيجة الكم الكبير والضغط اللي صار على الأجهزة، حقيقة عندنا أجهزة ضرورية بالغرف العمليات، منها جهاز تنظير قوسي، منها جهاز السي آر. طبعا نتيجة التصوير كم هائل من الحالات صار فيها أعطال، وحقيقة المشفى بحاجة لترميم هذه الأجهزة، وطبعا ترميم المستهلكات العظمية واللي هي عبارة عن السياخ وصفائح وبراغي. وعموما يعني عموما صار في نقص في المواد الضرورية لمتابعة العدد الكبير الذي ينتظر حاليا إجراء تكملة العلاج النهائي بالنسبة للعظمية. طيب سؤال أخير دكتور، ونحن ماشيين على جناح المرضى، هل لو تم إرسال طواقم طبي في اليومين الأول، أول يوم وثاني يوم من الزلزال، هل كان ذلك سيساهم في تحسين الوضع بالنسبة للحالات اللي إجت على المشافي في الشمال السوري؟ أكيد أكيد، بشكل أكيد. لو أنه يكون في عندنا فرق طبية أو فرق حتى إغاثي
انتشلت حالات الإصابات من تحت الأنقاض بالفترة الأولى، كنا خففنا الحالات الخطيرة اللي ظلت فترة طويلة تحت الأنقاض، وكنا وفرنا أحيانا كثير من الإصابات النهائية اللي حاليا نضطر لإجراء بتور نتيجة الهرس بالأطراف. طيب رح نفوت على غرف المرضى هون. السلام عليكم حجي، الله يعطيك العافية. الله يعافيك. من مصابين الزلزال حضرتك؟ نعم. بأي منطقة؟ بدلبيا بريف العاصيه. تحكي لنا شو صار بهذيك الليلة؟ شو صار؟ تفجرت الأراضي، التراب اللي كنا نطالعه بالدق بدق الزميل يعني بالغرازات مشان تطلع المي بعد 80 متر تطلع معنا ترابة السوداء. الله وكيلك ترابة السوداء طلعت لفوق الأرض. أنا طلعت من الباب بدي ادخل على الصالون يعني اطلع برات الدار على الطريق، في عندي حيط على شيء مترين ونص يعني ثلاثة الى ربع مترين ونص، واجت هي الضخمه هيك بتقول الحيطان صارت تضرب بعضها زتتني من فوق الحيط لتحت. انت ساكن بناء طابقي ولا ببيت عادي؟ أين. طابقين. اي بس انهدم ولا بس الحيط؟ لا ما صار شيء. انا زت. ايوه انت انكسرت. ايه انكسر الورك الايمن. يلا الحمد لله على السلامة يا حبيبي. يا رب الله يسلمكم يا رب. في عنا عدة حالات بالمشفى هون، بمشفى الأمل، ومبارح كنا بمشفى عقربات أيضا كتير حالات. يعطيكم العافية، الحمد لله على السلامة. كمان من إصابات الزلزال؟ لا والله ما في إصابات زلزال. إيه تمام، الحمد لله على السلامة. على كل حال يسلمك، بارك فيك، بارك الله فيك. منشوف تاني، منشوف أيضا بعض المرضى اللي لحد الآن موجودين في المشافي هون في الشمال السوري، نحاول نسألهم عن الشيء اللي صار معهم في هالأيام في أيام الزلزال. يا رب. السلام عليكم. السلام. حبيب شباب، الحمد لله على السلامة. الله يعطيك العافية. من إصابات الزلزال؟ إصابات الزلزال بأي منطقة؟ أنا مهجر من جبل الزاوي، تهجرنا بسبب الحرب وجيت لهون على منطقة ريف إدلب الشمال الغربي، منطقة السلقين، قرية اسمها دلبيا. نعم. احكي لنا عن الشيء اللي صار في يوم صار بيوم الزلزال. هو كنا نايمين أنا وعائلتي، في عندي أنا دار طابقي يعني، فحصل الزلزال تقريبا على الساعة 4 الصبح هيك بذكر أنا يعني، وما عاد نلحق نحن ننزل. أولادي إجوا لعندي وعائلتي يعني زوجتي، فكنا كلياتنا طبعاً أنا عندي شوية هيك خبرة في موضوع إنه وين لازم نحمى يعني، تقدرون تجروا لعندي على الحيط كلكم، تقعدوا كلكم. الدار هدمت بشكل كان. أنا عندي زوجتي يعني لازم لحقت تطلع لبرا، طبعا هون شافت الدار انهدت مشان تجيب لنا مساعدة، فانهدت علينا الدار قدر الله قدر. تقريبا ساقط الضيف ساقط للناس اللي موجودين حتى الان. حتى خايفين من الفوت اللي عندي، فطولت انا تحت الانقاض تقريبا شيء 3 ساعات الصبح. يعني اجى شاب هيك يعني قلبه قابل وفات لعندي، طبعا انا هون ما غبت عن الوعي يعني الحمد لله رب العالمين. حاولت اتمالك نفسي، قلت له ايش يمل شو بدي ارفع شو اسمه الحيط لا بيلحقوا اصلا يعني، واسعفونا وجينا على المشفى الميداني. ضم المشفى الميداني البتر هو من الفخذ. زوجتي صار عندها كسر بالساعد، ابني كسر، والباقي الاولاد الحمد لله ما فيهم شيء. 3 ساعات ضليت تحت الانقاض تحت. فكرت بقوة
بثواني. سألت أولادي، سألت أولادي أنتوا بخير؟ قالوا لي بخير. زوجتي أنت بخير؟ قال إيه. طلعوا وطلعوا. كافي بأنه أنا لازم أنه أنا ظل مستمر حرارة جسمي، حافظ على خوتي، يعني اللي بخاف، اللي خايف عليهم، اللي خايف عليهم طلعوا. ولطف الله، لطف الله الكبير، يعني الكبير انه انا الحمد لله على السلامة. ما بدنا نتعرف اكثر، الحمد لله على السلامة. الله يبارك فيك، يبارك فيك. نتيجة تأخر الفرق الإسعافي في كثير من مناطق الشمال السوري، هي الحالة اللي كنا معها من شوي، أنقذوا مدني من أحد جيرانه، ما كانت فرق الدفاع المدني وصلت للمكان بالوقت المناسب. كثير من المناطق الأخرى، عزمارين، مناطق أيضا في الدانة، في أجروا تقريبا حسب الأطباء هنا 100 عملية جراحية في كثير من الحالات المبردة. المبردة بمعنى تحديد وقت عملي في وقت لاحق، وذلك نتيجة الضغط على هذه المشافي. سؤال أخير دكتور، اليوم في الشمال السوري بعدد المشافي الموجود، هل تحتاجون دعم أكثر من ذلك لمواجهة أيضا الأوضاع في الأشهر القادمة؟ يعني ممكن المرضى تحتاج متابعة نفسية، ممكن تحتاج متابعات تانية أيضا. فالوضع الصحي كان متعب حتى قبل الزلزال، فهل نكتفي بالدعم اللي عم نطلبه حاليا للمرضى الموجودين حاليا، أم أنه الوضع بشأنه؟ عم تعمل ردات فعل شديدة عند الأهالي. معظم الأهالي اليوم ما عم يناموا بالبيوت، عم يناموا بالساحات العامة بالسيارات. وبحب نوه لشيء ثاني، هو بالنسبة للحالات العظمية اللي ناجمة عن الكارثة، هي حالات تحتاج إلى متابعة، إلى عمليات الكسور قد تحتاج إلى أكثر من تداخل جراحي، وبالتالي إن عملنا اليوم يحتاج متابعة الحالات الكسور الشديدة بالنسبة للعظمية، قد يحتاج لأكثر من تداخل جراحي. وبالتالي نعم، المشافي عموما وبالذات نحن كعظمين نحتاج إلى دعم أكبر بالنسبة لمواد العظمية، مواد استجدال، الضمادات، حتى بالنسبة للعالم المصاب كبير وخلف آثار شديدة على الأهالي. تحتاج الأهالي إلى الإغاثة من حيث المسكن ومن حيث المأوى والطعام، وأخيرا إغاثة من نوع الدعم النفسي للأهالي اللي سبب آثار ونفسية كبيرة وخاصة عند الأطفال. الله يجزيك الخير. العافية. إذن هاي كانت جولتنا من هنا للوقوف على الوضع الطبي في مدينة سلقين في ريف إدلب الشمالي. ولكن الوضع يحتاج دعم أكثر من ذلك، معدات، طواقم طبية لمواكبتها. جولتنا في مشفى سلقين، في مشفى الأمل في مدينة سلقين في ريف إدلب.
شكرا لك إبراهيم زيدان، كنت